السلام عليكم متابعين عالم عزال لتعليم الكروشي والخياطة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم هو هاد الجلابة، كيف ما كتشوفوا بالثوب ديال الخيط باردة، مخدومة بالكروشي خفيف على شكل كورميط حتى لتحت. نتوما كيف ما كتشوفوا تسلتا راها جد رائعة وفي نفس الوقت سهلة. سبق لي وشاركت الطريقة ديالها معكم وزينت هنا في القب بهذا الدرس كيف كتشوفوا اللي كيشبه الراندا، حتى هو خفيف وكيواتي هاد الكورميط وفي نفس الوقت ساهل، ممكن لاي سيده مبتدئه انها تطبق هذا الرشمه وتحصل على نتيجه جد هائله. كما كتشوفوا هاد الجلابه طلعت غزاله وخفيفه بالنسبه للثواب ديال الصيف، بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو رشمات كيكونوا خفاف هابطين بحال ما كنت لتحت وفي نفس الوقت كيجيو راقين. هانتوما كيف ما كتشوفوا الدرس في الكمام كيف داير حتى هويا متقون ومواتي لهاد الكورميط، وفي نفس الوقت كيف قلت لكم الطريقه ديال الخدمه سهله. راه سبق ليا وشاركت الطريقه ديال الكورميط او للدرس معكم في القناه، بالنسبه للسيده اللي بغات تطبقها ما عليها الا ترجع للقناه وان شاء الله نخلي لكم الرابط ديال الكورميط هذه اللي كاينه في الوسط وديال الدرس في صندوق الوصف باش السيده اللي بغات تطبقها تسهل عليها تلقاها. وفي الاخير الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك باش دائما يبقى يوصلكم الجديد، وشكرا.